يحق لنا أن نشكر وزارة الداخلية على جهودها وعلى إنجازاتها اليومية. تم ضبط أكبر مصنع خمور في بيت في منطقة صباح السالم محلي، لذلك أناشد المجتمع الكويتي وناشد كل الطيبين اللي عنده معلومة يبلغ فيها وزارة الداخلية أو يعطينا إياها وإحنا نزودها وزارة الداخلية على 5041993 نشوف ضبط أكبر مصنع خمور محلي في منطقة صباح السالم. شوف التقرير. هذا اللي أقوم فيها هذا مصنع خمور الحين الفش تم ضبطه من حوالي هذا كله مصنع خمر حتى الخمور حاطين الأعشاب هذا خمر هذا جاهز دفق الريحة. مرة ببيت بكيفان، مرة بصباح السالم. لذلك اليوم قانون الأجارات لازم ينظم. لما واحد بيأجر بيت أو يأجر شقة ياخذ موافقة الجهات الأمنية. أنا أفضل كذي، نفس حال مصر، شقة مفروشة أحد يأجر يروح وزارة الداخلية، هذا عقد الإيجار في فلان الفلان مأجر، يتابعون يطالعون. أنا على يقين اللي مأجر هالمكان من هالهنود وأجر البيت بمبلغ ومسحوا من قلبه تاج محلي. الحين أنا أعتقد راح يصير عند الهنود شورتج، ما راح نقص عندهم، يعني باكر في ديرة وميكس بيبسي وميكس ما أدري شنو راح يصير عندهم نقص. المحلي بدل ما يشترونه بدينار راح يشترونه بخمسة. تحية لرئيس المخفر هناك وال مدير المنطقة على جهودهم الطيبة، ويليت يكون هناك تعاون ما بين المجتمع وما بين الداخلية.